سمعوني مصطفى سجاد بقية، صوتي واضح؟ عليكم السلام دكتور. ايه دكتور نسمعك. نعم دكتور. شوفوا سجاد مصطفى، احنا الطريقة مالتنا مو انتم تحلون الأسئلة وبعدين نتناقش الأسئلة، لا، واحد من عندكم يقرأ كل سؤال ونحله سوا. وياي نعم مصطفى، دكتور. مصطفى اسمعني مصطفى، اي نعم دكتور. خلينا نجيب اي نعم. السؤال الأول. السؤال الأول شوية منطق، السؤال طويل هو. تمام دكتور. انا راح ابدي بالسؤال الاول. يلا تمام. A 65-year-old man collapsed after vomiting copious amounts of fresh blood when seen in an accident and emergency. He was convulsed with a pale, clammy skin. He was a chronic heavy drinker. Physical examination revealed a weak, rapid, but regular pulse. 120 beats per minute. His sublime blood pressure was 100 over 75 and fell to 80 over 65 when sitting, with his leg dangling over the side of the bed. He was bleeding esophageal varices due to portal vein hypertension. Then who alcoholic cirrhosis of the liver. While waiting for a blood to be cross-matched, he received an intravenous infusion of colloidal plasma volume substitutes. He was given some antidiuretic hormone. An initial blood test showed both his hematocrit, bulk cell volume fraction, and hemoglobin to be low. His urine output was low, 20 ml per hour, and the patient complained of thirst. السؤال الأول دكتور هو سائل هي ما هي علامات وأعراض الهايبوفوليميا؟ هو دكتور عتن يعني عتن بالأعراض مال الكيس، كلامي سكين، بيل، هو كونفيوجن. هو اللي منطينا اياه وايد تكريز ورد اوت فور بعد دور زوت سكني باسكت فارس زين. فنروح للسؤال الثاني. From which body fluid from partner is the blood low? من يا جوجو انت تدري اكو اكثر 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 لا هو اللي يدور روح للوراء السؤال دق حيل بعد لو تعبت. تمام دكتور ورا. What is the normal molarity of the blood and how will it alter immediately after the hemorrhage? دكتور هي 275 إلى 300. خلينا نقول 300 أعتقد إنه نعم. ترجع شيء؟ Don't change لأن هو البلوت يعني isotonic يعني. أوكي ما له علاقة. الوراء شوف الوراء الثالث. أنا راح أقرأ لك دكتور. فبتعرف أنت Would you expect the infusion of a colloid solution to benefit the patient more than an infusion of 5% dextrose, B 0.9% saline? تسمعني مصطفى؟ مصطفى تسمعني؟ نعم نعم دكتور. انت شنو رايك في هذني انواع الفلود اللي نعطيها؟ كيف
دكتور هو قال بالكيس انه ما معطي كولويدال، هو الكولويدال يكون احسن من الدكستروز، لان احنا عنده هو عنده بلاد لوس، والدكستروز قد انا يعني قريت انه ما مناسب تعطي ويا البلاد، لان ممكن يسوي هيمولايسيس. مو بس هاي، انت تحتاج تكفي مكونات قريبه للبلاد، فالكولو هو كلش قريبه مكوناته للبلاد، وبعد ورا يجي الشيء الجيد هل تقدر تنطي. هو نورمال سالي مشابه للبلاد ايضا. لو مي وملح هذا ليش؟ على مود يساعد البلاد فرجال عم يقوله يساعد البلاد. السؤال اللي ورا هو مودي ليتر اوكسيد كميتر يريدو ريبلي والليتر اوف بلاد لوس او with each solution, the effect of molarity, the molarity and serum sodium concentration with each compound. That's one of the ones that we have to do. We have to do it. It's a good one. One-to-one rule. نعم، هو إذا يعني إذا كولويد ون يعني دكتور لتر بلتر، إذا فاقد لتر من البلاد لتر من بس منو يعجبه يحل لنا السؤال اللي وراه؟ منو يعجبه يحل السؤال اللي وراه؟ أحلام دكتور. يلا سجل. دكتور، هو السؤال يقول how is water handled in each part of nephron؟ دكتور صراحة أنا عندي الجواب بصورة، يعني إنه أول ما يصير له فلتر للووتر 100% راح يكون 50% يصير له ري أبزورب بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، راح ينزل 50% ريمايننج يصير ينضاف للسكريشن 50% بالثين أسندينج ليب أوف هينلي، بالتالي راح يرجع 100%، يصعد يوصل للديستال كونفوليوتد تيوبيول 30% يصير ري ابزورب، وبالتالي راح يبقى اللي يوصل للكولكتنج داكت 70%، من هاي 70% قسم تقريبا 15% يصير له سكريشن ويا اليورين، والباقي يرجع يصير ري ابزورب. يعني تقريبا الووتر ري ابزورب كل الاماكن الموجوده بالضبط دكتور، وقليل نسبه قليله يصير له سكريشن ويا اليورين. نشوف السؤال اللي وراء سجاد. What comes mechanism will be initiated due to the hypovolemia. دكتور أول ما يصير hypovolemia اللي هو نقصان الصوديوم والووتر بالبلازما، نعم. راح تصير ثلاث شغلات تتحفز. الأولى اللي هي إنه الأرتيريال بريشر راح يقل. نعم. والثانية اللي هو راح يزداد الأكتيفيتي مارينال سمباتيك نيرف. والثالثة اللي هو انه راح يقل الجي اف ار، وبالتالي من يقل الجي اف ار يعني ها نتيجة الكونستراكشن للافرنت ارتريول والافرنت ارتريول، هذا الشيء راح يخلي راح يسبب انه النقصان ديكريز بالفلود الماكيولا دينس، ماكيولا دينس من انه يجيها الصوديوم والكلور قليل راح تتحسس، بالتالي هذا الثلاث عوامل كلهن راح يخلي الرنين الرينال جكستجلوميرال سيلز تفرز الرنين، زيد الرنين سكريشن، الرنين سكريشن من يزداد راح يحفز افراز الانجيوتنسين 2. انجيوتنسين 2 عده ثلاث عمليات، اللي هي الاولى على الفازو يعني كارديوفاسكولار سو فازو كونستراكشن، ويحفز الالدوستيرون، والالدوستيرون راح يحفز يسوي صوديوم اند ووتر ريتينشن، والانجيوتنسين 2 راح يروح على الهايبوثالاموس وراح يحفز الثيرست ميكانيزم. هذا الميكانيزم ثابته، ثابته اي نعم دكتور. ونفس هذا تذكرون هاي الميكانيزم اصلا تصير بالناس اللي عندهم هارت فيلر، فهذول اللي هم يحسون الانترا فاسكولار قليل والاكسترا فاسكولار هوايه، فهم ماتين الانشيشن مال هاي الفري هرمون هي اللي تسبب لنا هاي المشاكل بعدين السيكولي، لانه البادي يعتقد خطا انه الانترا فاسكولار قليله فيريد يزودها، بينما البادي فلويد كلش هواي. سجاد الورا، what is the patient thirsty؟ Why is دكتور why is the patient thirsty؟ ليش البيشنت إنه زاد العطش عنده؟ نفس الحالة دكتور هنا، هو من فقد بلود اللي راح يصير إنه أولاً زادت البلازما أوزمولاريتي،
وقلل بلد بريشر. من زاد بلازما اوزمولاريتي هذا الشيء سوى خلى انه السلايفا يقل. من قل السلايفا صار حساسه شو اسمه الهايبوثالاموس اوزمون ريسبتر. هايبوثالاموس اوزمون ريسبتر من تحفزت قل عندي صار دراي ماوث. من صار دراي ماوث شو اسمه الهايبوثالاموس تيرست سنتر صار بها سنسري. بالتالي انه هذا الشيء سبب الووتر او السنسيشن للثيرست. زاد الووتر انتيك, ومن زاد الووتر انتيك خلى يصير انه الستومك والتنستاين يصير بها ستريتش, وبالتالي هذا الشيء سبب الووتر ري ابزوربشن. زاد الووتر ري ابزوربشن وعلى مودي يعني يسوي كومبنسيتر اللي إن هو فقد ووتر. ومن قل البلد بريشر يتحفز الرنين انجيوتنسين ميكانيزم. وبنفس الحاله ان نتحفز الانجيوتنسين 2, انجيوتنسين 2 حفز الهايبوثالاموس ثيرست سنتر, ونفس الحاله انه زاد الثيرست سنسيشن ووتر انتيك. اللي وراها تقدر تحله ونفس يعني مرتبط بالحكي اللي انت حكيت لنا يعني. ايه دكتور سهل. السؤال ورا يقول what important physiological process would account for the finding that the hematocrit and hemoglobin concentration were low on admission. يعني شنو اكو شغلات انه من نعطيها يسبب physiological process انه hematocrit و hemoglobin concentration to be low. It will consider capillary forces and a hormone response. من ننطي انتي دايورتيك هرمون, ومن ننطي رنين, ومن ننطي الدوستيرون, هذان كلهم راح يسببن الووتر ريتينشن. بالتالي ذن راح يزيدن او يقلل زين البلازما فوليوم, بمعنى يقلل البلازما اوزمولاريتي, اي وبعدين يسوون ديليوشن للبلازما, فبالتالي الهيماتوكريت والهيموغلوبين يقل تركيزا. الفكره هي بالديليوشن اللي راح يصير. ديليوشن نعم دكتور. الاخير السؤال الاخير. قبل الاخير دكتور يقول واي مايت Why might you give an acute infusion of antidiuretic hormone? لأن هو يفقد water حتى ما يصير dehydration وما يدخل hypovolemic shock, فضروري نعطي antidiuretic hormone. أنت شايف شلون ينطون أو وين يستخدموا الantidiuretic hormone؟ antidiuretic hormone اللي موجودة عندنا على شكل بخار. على شكل بخار. وين نستخدمه بعض الأحيان؟ نستخدمه بعض الأحيان على الدول يعيدهم الكوريا, هذول اللي يصيرون ما يلحقون على نفسهم, ناس كبار يعني شباب بنات أو رجال, يصير عندهم إدرار بالليل ما يتحسسون بها. فالأنتي دارت الهرمون يستخدم بخاخ بالخشم على مود يقلل اليورين at night, اللي هي فتشغل انبرسمت كلش للمرضى. بس الأخير دكتور أحلى هو آخر سؤال. يلا يقول why is it important to monitor the urine output. الurine output ضروري إنه نراقبة, لأن إحنا نطينا colloid fluid, والcolloid fluid مثل ما نعرف هو ما يحتوي على water, يعني لأنه هو عبارة عن blood, وكذلك انطينا انتي دايرتيك هرمون, هذا كله راح يسبب يعني ديكريز باليورين اوتبوت, واحتمال يصير عنده اكيوت كيدني انجري, فضروري راقب اليورين. لازم نراقب لازم, يعني هي واحده من اللي مال هايبوفوليميا اكيوت رينال شت داون, لانه كميه الفلويد اللي توصل للكيدني كميه قليله. اي نعم دكتور. من هو عجبه يحل السؤال وراء اكو حد أكمل أنا دكتور؟ لا خلينا نشوف والله البقية. أكو حد إذا ما أكو حد نرجع عليه. زينب, ناصر, سارة, زينب فاضل, زينب حسين, زهراء, سندس, ما أكو حد؟ يلا سجاد إذا هاي على الوقت. هم خلي يسمعون. يلا سجاد. الكيس الثاني يقول a gardener has been doing some moderate digging for a couple of hours on a warm day. مزارع أو فلاح يعني يشتغل بجو حار. السؤال اللي يقول how does the production and composition of sweet vary on cool and hot day? You will need to consider the structure of sweet gland to first to come to correct answer. Consider if sweet is hypotonic, isotonic or hypertonic to plasma. البرودكشن اولا هسه بالهوت داي. بالهوت داي اللي دا يصير هو شنو, هو شخص مثلا من يشتغل بجو حار
راح الحرارة داخل الجسم تزداد. هذا الشيء شو يسبب؟ راح يسبب الزيادة بالبلود فلو للسكن، نعم بالتالي الكابيلاريز القريبة من السكن راح يصير لها دايليشن، من راح تتوسع. وبما انه السكن بالسويت جلاند موجودة، السويت راح مثل ما نقول يعني راح يصير لها يعني هاي عملية السويت كتير بدي يصير بها بيجنز، والسويت راح يبدي انه سيبز ثرو ذا بورز الموجودة بالسكن ويصير له ايفابوريت وراح يصير السويت. هاي الميكانيزمز انه شلون صار بالهوت داي. ال شو اسمه الكومبوزيشن مال السويت راح يكون هنا نتيجه هاي فلو ريت. هذا الشيء راح يسبب ريديوس ري ابزوربشن للصوديوم الكلور البايكربونات وحتى البوتاسيوم. نعم دكتور الكترولايت. فهذا هذا الشيء راح يسبب هايبر تونيك هاي بالهوت داي. بالكول داي صراحه دكتور حسب ما يعني قرات وشفت انه هو الشخص بالكولد يعني نادرا ما يعرق، انه بس اكو حالات اللي هو يصير بها سويت، اللي هي مثلا في حاله الانكزايتي او في حاله الخوف يصير هنا سويت. اي نعم دكتور. والكومبوزيشن هنا راح تختلف، ان انا ما راح يصير ما راح تطلع الالكترولايت، وبالتالي راح يعني شو اسمه هنا راح يصير راح يكون هايبوتونيك، يعني راح يصير ري ابزوربشن للصوديوم والووتر. بالاضافه بحاله الهوت داي من دي يصير سويتينج، الغرض من عنده انه حتى انه يقلل من حرارة الجسم. ممتاز. بعد تشوف هذا الوراء سؤال وراء. اي نعم دكتور. On a hot day only half the sodium and chloride 50 to 60 millimol and very little water is reabsorbed. What does this tell you about sweet and the plasma osmolality? بالنسبة للسويت اوزمولاليتي راح يصير بها ديكريز، والبلازما اوزمولاليتي راح يصير بها انكريز. زين ستعبنا هسه جادر، اذا احد يحل لنا السؤال اللي وراء. اكو احد يحل السؤال اللي وراء؟ اذن قارئين الاسئله. نعم انا هلا دكتور. أمان weighing is 60 kilogram has severe diarrhea and vomiting during a GI infection. During this period he loses 4 kilogram in body weight. His plasma sodium concentration is unchanged by the event. Good. Complete the table below by calculating the volumes before and after diarrhea and vomiting. هو نقطة ملاحظة. Each liter of extracellular fluid is equivalent to 1 kilogram of the body weight. فدكتور إنه ال total body water هي 60% of body weight. 40 منها بالانتراسيلولار و 20 بالاكستراسيلولار. فدكتور هنا يعني نعتبر كل لتر هو مساوي 1 كيلوغرام. فبما انه هو وزنه 60 يعني كيلوغرام، والتوتال ووتر او الفلويد يشكل 60% من وزنه، يعني نقدر نقول انه ال 36 كيلوغرام من وزنه هو عبارة عن فلود مقسمة. اوكي 60 في 60 عدد. فالدكتور ال 60 نضربها في 40 على 100 حتى نطلع الانتراسيلولار، قلنا هو 40%. اوكي في 20 على 100. هاي قانون يعني. نعم. هذه قبل الدياريا والفوميتينج. وراها والله السؤال شو جاي. يعني الدكتور هو بعد بيشق السؤال after diarrhea and vomiting. فالدكتور يعني هي هو فاقد 4 كيلوغرام هو بسبب الدياريا او الفوميتينج، فمعناها فقد 4 لتر.
من البادي فلويد. بعد وراها شنو؟ ماني مصطفى؟ اي نعم دكتور وياك. هو يعني دكتور هنا الفلود اللي خسرها تتوزع على الاكسترا سيلولار والانترا سيلولار. روح لهذا السؤال مال in such condition why plasma sodium is unchanged how and why would the following parameters change. نعم هم قال لك جدول يقول لك plasma osmolality نعم الاوزمولاريتي هو خسر دياريا والفوميتنج بس هو قال ان الصوديوم ما تاثر بهاي الايفنتس فتكون ان تشينج افكتد سيركوليتري فوليوم كميه الفوليوم الفوليوم هو خسر فلويد اكيد ينقص ريديوس وانت دار دكتور مول الروب انكريس حتى تعوض الفوليوم الناقص بالفوليوم يورن اوزمولاليتي تزود يعني الدايريتي كرمون زاد والسنسيشن اوف راس هم الزود حتى تعوض الناقص بالفوليوم يعني دكتور الترايتايون كومبيتيتر هاد بين ترينينج ان ذا جراند كانيون اون ا هوت داي has taken a plenty of fluid before developing nausea vomiting agitation confusion and general mal seizure grant grant mal يعني لك في جنرالايز نعم هذه بلازما صوديوم مويت less than 150 ملي مول في لتر النورمال 135 ملي مول سؤال how might this hyponatremia have developed ليه صارت على هذه هذا الدكتور لان هو اخذ هواي فلود يعني بس زود الفوليوم بدون ما يزود الايونات يعني بدون ما يزود الالكتروليت فنسبيا يعني نسبه تناسب الصوديوم كانما نقص التركيز مالته يعني بالدم فصارت هايبوناتريميا تروح للوراء هاو كود هاف افويد ديفلوبمنت اوف هايبوناتريميا دكتور تكون يعني هو الفلويد اللي اخذها هو تكون بها الكترولايت مثل يعني صوديوم اي نعم دكتور طب احضر اذا حد يشاركنا ما صح نعم دكتور انا زينب يلا زينب دكتور الكيس الخامس يقول 20 years old, the man fell off his motorbike and fractured his skull. A few days later, he experienced a dry mucous membrane. Plasma sodium was elevated. The plasma osmolarity was higher than urine osmolarity. Urine output remained elevated, اللي هو 150 ملم بالساعة. السؤال الأول يقول look at the electrolyte and osmolarity chemistry. What conclusion do you draw about this patient? Water balance and why الالكترولايت عند هذا البيشنت راح تكون امبالانس لانه نتيجه الفراكتشر ان هيز سكولز صار عنده دمج ممكن صار عنده دمج بالهايبوثالاموس او البيتوتري جلاند هذا الدمج ممكن اثر على انتاج او تكوين الانتي دايتيك هرمون انتي دايتيك هرمون يسوي كنترول لليوريناري اوتبوت بالتالي راح من يقل عندي الانتي دايتيك هرمون راح يزيد اليورين اوتبوت واليورين يكون دايلوتد بالتالي راح يصير هايبر اوزمولاريتي عند البيشنت هذا
باش احكي. شلون دكتور؟ اشتي لك ممتاز. السؤال الثاني يقول subsequent on the possible cause of polyuria and polydipsia. البوليوريا هي صارت ايضا لانه صار عندنا deficiency بالانتي دي اي بالتالي نو ووتر ري ابزوربشن لانه ماكو انتي دايتيك هرمون نو ووتر ري ابزوربشن كولكتنج تيوبيول ليدنج تو دايلوتد يورينيشن والبوليديبسيا صارت نتيجه دمج للثيرد سنتر ان هايبوثالاموس من نتيجه الفراكتشر. الفكره مالتنا مال هذا السؤال الفكره مال هذا السؤال انه اكو دامج صار للمكان مال اللي يسوي هايبوثالاموس او البيتوتري. اي سؤال ثالث يقول why is urine output better indicator than the development of the thirst particularly in this case. يقول ليش انه urine output يكون افضل حتى نحدد انه اذا صار شيء يعني او بالانفستيجيشن يكون عندنا مهم. urine output لانه اللي يسوي كنترول على urine output هو الانتي دايرتيك هرمون والانتي دايتيك هرمون هو مكان تكوينه بالهايبوثالاموس بالتالي اذا صار عندي خلل باليورين اوتبوت يعني اكو ديفيشنسي بالانتي دايتيك هرمون بالتالي اقدر اشخص انه اكو عندي مشكله بالهايبوثالاموس او البيتوتري جلاند بينما الثرست ممكن يكون سايكاتريك يعني حاله نفسيه او هيك شيء مو اكو فد ممكن تدخل اكو ناس هم يحسون بالعطش اكو طالع للمرضى النفسيه يحسون بالعطش المزمن لان هيك بس يفكرون بهذا الموضوع مي وما ادري شنو ما في مي لذلك يقوم يشرب مي هوايه هذا يخلي يعني الطبيب اللي يروح له يعني مس ماتشنج يصير ويا السنترال كوز هذا يعتبر مو سنترال كوز فلازم نسوي له كل انفستيجيشن على مود نسوي له اكسكلوجن كل شوي. دكتور هالسؤال حلو زين يقول ليش الاطفال هم اكثر عرضه للديهايدريشن لانه الانفانتس والتشيلدرن عندهم هاير بادي ويت كونتنت ولان هذا راح يتناسب ويا الهاير ميتابوليك ريس راح يحتاجون ووتر هواي وايضا هم السيرفيس البودي سيرفيس اريا راح تكون اكثر من الاولدر people contributed to the higher turnover of fluids and solute. Infants and children require proportionally greater volume of water than adults. بالتالي راح يكونون الأطفال معرضين إلى أنه يصير لهم dehydration أكثر من الأدلت. والdehydration يصير عندهم rapidly. يمكن حلو هذا السؤال. هيك معلومات حلوة معلومات عامة. dehydration leading to depletion of the intravascular volume. السؤال وراه هو How are signs and symptoms of dehydration manifested differently in the LDR? How are the control mechanism also different? ال dehydration ال signs and symptoms تكون عند حتى نحددها صعبة بال LDR people. This is because most signs and symptoms of disease is serious. Signs are often charged of the being part of the normal aging process. يعني مرات عندهم signs and symptoms داخل ويا dehydration. فصعب انه نحدد هذا الديهايدريشن او لا والديهايدريشن ستارت وذ سمبل كومبلمنت يعني يحسون او شيء بالعطش بعدين راح تصير لها ستيدلي بروجريس تو لوس اوف كونشسنس طبعا هاي هواي ناس يصيرون هيك من دول الاردبي خاصه النيجلكتد هذول النيجلكتد عايشينهم وحدهم مثلا بالبيت او في مكان كل شيء هواي يصيرون هيك زين بس تعبنا زينب شكرا لك اذا ما تعبتي روحي وشوفي الدكتوره اذا تعبتي تفحصي 49 years old woman sees her doctor because of weakness, easy fatigability and loss of appetite, except for salted crisps. During the past month, she has lost 7 kilograms. On physical examination, she is found to have hyperpigmentation, especially of the oral mucosa, gums and the skin case of metacarbopharyngeal joint. Pharyngeal joint. It is she's hypotensive and her blood pressure falls when she assumes an upright posture. The blood pressure هو 100 على 60 millimeters باق supine and راح يكون 80 على 50 بحالة الأبرايت.
أكيد. The following laboratory data are بالتحليل عندنا الصوديوم 130 منخفض والبوتاسيوم 6.6 ونص يعني مرتفع صاعد والبايكربونيت نازل يعني قليل ليس water electrolyte imbalance are present. يقول شنو الوتر الالكترولايت امبالانس موجود عندها موجود عندها هايبو ناترينيا وهايبركليميا وايضا عندها ريديوس بالبايكربونيت. السؤال اللي وراء يقول the serum level of which hormone would be expected to be below normal in this woman? Which organ could be the principal cause of this electrolyte imbalance? Explain your reason. دكتور الهرمونز اللي عندها هو الكورتيزول. زين. أنا ما طلعته بالجوجل. يعني بعد غير الكورتيزول. الألدوستيرون ممكن مين لأن هو يسوي الأبزوربشن. الألدوستيرون هو أكثر. الالدوستيرون هو اكثر احتمال الالدوستيرون والاورجان اللي مسؤول عنها الكدني. زينب هو ذني شو ينصحون ان بوتاسيوم سبيرنج يوجد يعني يحتضن بالبوتاسيوم هالشيء الاورجان عندنا الكدني وتحديدا بالكولكتنج داكت راح يصير ابزوربشن اوف الالكترولايت الصوديوم والبوتاسيوم. زينب السؤال اللي ورا هم له علاقه بيه. What are the action of the aldosterone? هو ال action of the aldosterone راح يسوي declining system decrease sodium or increase potassium concentration in blood. يعني يسوي absorption of electrolyte. Okay. Reabsorption sodium. الصوديوم ويطرح البوتاسيوم. هي طبعا انت البوتاسيوم زينة وانتو البقية بالصحة. البوتاسيوم هو من أخطر الإلكترولايت بالجسم. من اخطر يعني من الالكترولايت المميته. اكو مرات البوتاسيوم صاير شكله على شكل بيالات مثل البياله. بعض الاحيان قبل يعني كانت يعني مو كلش ثقافه جيده وهاي، كان اكو قسم من الممرضين ينطون للمرضى هذا البوتاسيوم دايركت. يعني يسحبوه بالسرنجة وينطوه إياه. يعني الفكرة هي شنو؟ الفكرة يريد يكمل الشغل ما تعلم ودي يطلع. طبعاً البوتاسيوم نعطي دايركت آي بي رأساً يروح للهارت ورأساً يسوي كاردياك ستاندستل وأريتمية. لذلك البوتاسيوم من أخطر الإلكترولايت الموجودة بالجسم من الأشياء المميتة. لذلك احنا لازم نعالجهم دول. رب العالمين خلى هذا الالدوستيرون على مود يخلقنا من عدم يسوي لنا هذا البالانس بينه وبين الصوديوم. اكو هذا هم سؤال وات ار الالدوستيرون قلت لنا عليه هذا اوكي. واي از شي هايبوتنسيف وصلنا لهالسؤال. ليش هايبوتنسيف؟ لانه هي باللاست مانث فقدت 7 كيلوغرام. وما صار عندها كومبنسيتوري ميكانيزم لانه عندها نقص بالابسنت بالالدوستيرون هرمون بالتالي ما صار كومبنسيتوري ميكانيزم وصار هايبوتنسيف. هذا السؤال الاخير. وات اذر ميكانيزم ريجوليت صوديوم ليفل ان نورمال سيتويشن؟ بالنورمال سيتويشن عندنا ثيرست حال اذا صار عندنا نقص والسمبثاتيك نيرفس سيستم ورانين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. السؤال اللي وراه ايضا قاعد يسال عن ليش عندها هايبركاليميا ايضا هو السبب الالدوستيرون هرمون. نفس المشكله اللي احنا قلنا عليها. السؤال اللي وراه شوف هنا يقول وات ار ذا كونسيكونس اوف بوتاسيوم ديستربنس واي ات از سو دنجرس. زي ما قلت الدكتور من ساعه انه راح يسوي لنا اذا زاد بالدم راح يسوي لنا كاردياك ارست وارثميا. هو اذا تتذكرون تذكرون بالفسيولوجي مال المايوكارديا تذكرون الاكشن بوتنشال. تذكرون واحد من العلامات مال الاكشن بوتنشال هو دخول الصوديوم وخروج البوتاسيوم. واكو مكان دخول البوتاسيوم وخروج الصوديوم يعني هذا كلش البوتاسيوم كلش يتحكم بالاكشن بوتنشال. والاكشن بوتنشال هو يا اما يحرك غدد القلب يا اما يضبط حركه القلب.
هو بإمكانه يسوي كل شيء. فإذا صار إمبالانس هي رأساً يتعالجها. يعني شغلة خطرة جداً. لذلك لازم العلاج. العلاج هو طبعاً العلاج بسيط. بعدين نصيرهم مقيمين تأكل شغل العلاج مالك. بس أريد أحد للسؤال السابع. أكو حد يعجبه؟ السؤال السابع. هلا دكتور. يلا سجل. السابع. 69 years previously fit and well man is admitted to hospital following an episode of collapse and sudden onset right hemiparesis. ضعف بالجهة نصفي بالجهة اليمنى. A stroke is diagnosed. Is swallowing reflex is impaired and reduce the risk of aspiration. He's placed nil by mouth. دكتور بس سؤال النل باي ماوث يعني يقصد انه يشرب بعد ما ياكل ولا يشرب مو؟ اي قالوا له ما ياكل ولا يشرب. لا طب دكتور السؤال ورا يقول السؤال الاول يقول what is the interstitial daily fluid and the electrolyte requirements of a patient who is null by mouth and is evolemic. Evolemic يعني انه كل شيء عنده نورمال من البلازما فوليوم الكترولايت. فبما انه هو ما يقدر ياكل يشرب بمجرد نعطيه ديكستروز 5% النورمال مي ملح وشكر نورمال سالين نورمال سالين ديكستروز ونخليه بالنورمال سالين حتى لانه ما عنده مشكله فنعطيه شيء نيوتريشن ويحافظ على نورمالته هو يعني مغذي مثل ما نقول مو دكتور؟ اي هذا يغذي جسمه. السؤال ورا يقول what hormone changes occur in hospitalized patients that influence intravenous fluid prescribing راح الميكانيزمز اللي راح تشتغل عنده الانتي دايرتيك هرمون الرنين انجيوتنسين ميكانيزم حتى كله يعوض يعني على مود يسوي ووتر وصوديوم ريتينشن كذلك الدوستيرون وكذلك الاتريال ناتريورتيك بيبتايد. عافية عليك. الورا يقول انه بيبتايد سجاد منين يمكن يتعرف؟ اتريال ناتريورتيك بيبتايد دكتور هو من اسمه من الاتريال. وين يصعد هذا؟ وين يصعد؟ اذا صارت خربطه بالاتريوم يصعد. اي خربطه بالاتريوم اي دايليتيشن بالاتريوم يصح اي نعم دكتور طبعا هذا يعني بعدين استعرف وكلش مفيد وحتى بالارثمية يصعد كل شيء يفيدنا على مود نوصل للدايجنوز يعني لا تنتبه الاسئله كلها تتكرر ترى يعني زين اي دكتور معاده زين تقريبا قريبه كانت اجوبتها هاي الاجوبه بعد بالله سجاد If this patient has to remain null by mouth for 3 days, how would you predict their requirements of IV fluids over this period? So هو نفس الحالة إحنا بس نفس الحالة يعني نعطي normal saline ودكستروز 5% normal saline دكستروز بعد بالله اللي بعده يقول دكتور during this admission the patient contracts an infection and begins to vomit. انصاب بانفكشن وبدا انه يصير في عنده فوميتك يقول why would you prescribe IV fluids differently to a patient who has vomited 3 liters as compared to a patient who has lost 3 liters of ileostomy fluid الاليوستومي اللي هي surgical opening باللور انتستاين يعني شنو الفرق ان نطل IV fluid لشخص انه هو vomiting 3 liter عن الشخص اللي سوى اليوستومي نعم. اللي فقد 3 liters of ileostomy fluid الابو الفوميتينج هذا راح يصير عنده ميتابوليك الكلوسيس بالتالي ننطي الايزوتونيك نورمال سالين هو اكثر واحد مفيد عنده انه بنسبه 0.9% الابو الاليوستومي هذا راح يصير عنده ميتابوليك اسيدوسيس بالتالي هذا فقد مع طول اسيدوسيس يعني فاقد بايكربونات فلازم يكون الاي في فلويد مالتي يعني بيك بايكربونات حتى نعوض عنه لان الميتابوليك اسيدوسيس يعني لازم البايكربونات هم عباره عن شكله فيالات
وانت تسحب من عنده وتخليه بالفلو. وبعض الاحيان يجي على شكل قناني كبيره تقدر تنطيها اي بي راسا للمريض. هي ترى الفكره مال يعني مال هذا هاي الاسئله مال اليوم هي فكره لها علاقه بالهرمونات وبالهايبوثالاموس شلون يتحكم بالالكترولايت. يعني هاي كل الفكره ترى. هو جابنا بالبدايه شلون صارت شلون تبدي المشكله، بعدين قال لنا اذا واحد انضرب على راسه، بعدين قال لنا واحد شلون اذا صار انكونشس ونايم شنو اللي ننطيه اياه، اذا طولت نومته والنوم ما يموت شو نسوي. يعني هذين الاشياء الفكره من عندهن انه انتم راح تواجهون كلش هوايه بالمستشفى، وذني بعدين يصيرون كلش بسيطات عليكم من كثر ما تشوفوهن صارن كلش بسيطات عليكم. يمكن خلصت الاسئله سجاد ما في اي دكتور خصنا هاي قليله هي كانت بالاسئله قليله هي نعم دكتور بس 7 كيسات واسئلتها قليله شكرا سجاد تعبناك انت وزينه لا لا دكتور لا بالعكس من كانوا انا ناصر يمكن مصطفى العفو تعبناكم اذا اكو سؤال يعجبكم تسالوه شيء حتى لو ما له علاقه بال هاي الاسئله خاصة إذا عندكم سؤال على الكارديولوجي إذا يعجبكم. هذه الميكانيزم اللي أنتم شفتوها كلش لها علاقة بالهارت فيلر. فالأسبوع الأخير أعطيكم محاضرة على الهارت فيلر وشوفون شلون أكو تداخل بهذا الموضوع. لأن هم لها علاقة بالإنترا سيلولر والإكسترا سيلولر فلويد وشلون يصير ديبليشن وصير شلون تزداد بالإكسترا وبالإنترا تقل. اذا يعجبكم سؤال السيلوني سجاد دكتور بس بالكيس الاول أي. هذا الشخص اللي صار عنده هيموريج اي دكتور الحدث العام قال انه شو يصير بالاوزمولاريتي مصطفى جاوب انه قال ما تتغير زين دكتور هو يعني فاقد بلود هواي ومن ضمنها انه هو ثيرست واليورين مات لود اوتبوت مات قليل زين شلون الاوزمولاريتي ما متغيره لا ما تتغير ما لها علاقه بالاوزمولاريتي هي ثابته بس انت من اذا تبدي تحط فلويد وريبليسمنت ما شنو تبدي تتبدل بس انت اذا تريد تجي تشوفها تطلع نورمال نفس الاوزمولاريتي مال البدايه شنو اللي بدا به هو بس كتغيير ما تتغير الا اذا احنا بدينا الشغل مالتنا احنا نبدي نغيرها يعني ما لها علاقه صار هيمورج هي ثابته نفسها هي ثابته نفسها المشكله اللي صارت انه كميه البلاد قلت سجاد كميه البلاد يعني كفوليوم قل اه يعني كنسبه يعتبر الماء صار مثل ما نقول تغير هيك بالضبط اي بس هو ثابته هي الاوزمولاريتي بس لان البلاد تغير اي بس كميه البلاد الفوليوم مالتنا قل نقص ما تقدر فهمت انت يعني اذا ماكو سؤال ان شاء الله نلتقي على الاسبوع الاخر ونشوفكم بخير وإن شاء الله استفدتوا وتعبناكم شكرا جزيلا لكم الدوبامين بي دوبامينيرجيك افكت على الفيزرا تسوينا فيزو دايليتيشن للكدني العفو دكتور بس هاي ما فهمت شلون ايش يصير انجري يعني الرينال فانكشن الرينال سيلز هاي ميتابوليك ريت بيها معناها تحتاج كونستانت بلاد فلو تحتاج continuous blood flow تحتاج oxygen تحتاج blood supply بالإضافة لأنه هي function مالتها filtration of blood بس تحتاج إنه supply of nutrient and oxygen من اللي يصير hypotension وhypovolemia السفير hypovolemia يصير renal perfusion يقل دكتور بس ملخصتك يعني دكتور ملخصتك هو الملخص المفيد من كل هذا الكلام انه احنا راح نشتغل على الفوليوم مالتهن في حالتين في حالة كولايد فلود
وفي حالة لما يصير عندي انتي ديوركت كذلك بالحالتين راح يسوي لنا ديكريز باليوران مو دكتور صحيح؟ صوتي واضح لو النت فاصل الدكتور فصل يمكن ما موجود هنا المهم نكمل بما يجي الدكتور اي احسن العلم العفو وياكم وياكم عيني وياكم الرينال فانكشن اللي من اكو ادكوات برفيوجن للكدني معناه شنو ده تشتغل الكدني طلع لنا يورين من ماكو good perfusion الفانكشن مالته راح تقل راح يقل اليورين اوتبوت انتاجيه الكدني من اليورين راح تبدا تقل فان شوكت بيشنت وي شود مونيتور يورين اوتبوت تمام دكتور يلا يعني نكملوا البراهه السؤال بعد تقول طلع راح تقرأه اي تمام الكيس الثاني A gardener has been doing some moderate digging for a couple of hours on the warm day. السؤال اللي هو يعني شخص يشتغل بالحديقة صار اللي يسوي حفريات والحديقة ل couple of hours ساعات والجو كان حار. How does the production or the compositions of the sweet vary on a cool and hot day? You will need to consider the structure of the sweet gland to first to come to the correct answer. Consider a sweet hypotonic, azotonic, hypertonic to plasma. إذا أحد فهم السؤال فخلي كلنا الآن ما فهمته. مش بقى مزعج هذا إذا يعني ال السواتينج يعني فانز ما أتعب ما أتعب الموضوع. هو هنا أصل عليمن أصل على الأسوات اللي هو شلون ده يصير بال يعني بأيام ال hot day والcold. مرتضى شوي على الصوت أبى زحمة. أكره. ال يريد ال السوات بس ثلاثة. ال cold day والhot day. ويريد يعني السويت جلاند اللي راح ينفرز من السويت من الجلاند شنو التونس مالته هايبوتونيك ايزوتونيك لو هايبرتونيك هو احنا بالايام الهوت الهوت داي راح يكون السويت راح يكون مور يعني البرودوس مالته اكثر شيء بينما بالايام الكول لا يكون اقل بالنسبه للسويت جلاند السويت جلاند مثل ما تعرفون يعني مين متكونه من اسيناي الاول ما يصير سكريشن للسويت من الاسيناي هذا راح يكون الفلويد يعني السويت يكون يعتبروه شنو ايزوتونيك لانه بكميه منين من الووتر بالاضافه الى شنو كميات كونستريشن منين من سوليوت يعني صوديوم بايكربونات اذر ايون هاي اول ما يصير شنو اول ما يطلع من الاسيناي بعدين ورا ما يروح من الاسيناي يطلع للدكت الدكت ايش راح يسوي راح يسوي ري ابزوربشن المال للصوديوم والبعض الالكترولايت وبالتالي راح يكون هايبوتونيك يعني من يطلع للبلازما راح يكون هايبوتونيك سكريشن مال تمام دكتور يعني هذا يعني 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 بالبدايه قصدك من الاسيناي يطلع ايزوتونيك بعدين اول ما يطلع ايزوتونيك وبعدين يصير له بالدكت ابزوربشن للسوليوت فبالتالي ايش راح يكون يعني الكونستريشن واصل للبلازما راح يكون هايبوتونيك عيادت يعني تقصد بال يعني بالطبقات السكن لو شوز زين ليش هايبوتونيك يعني غير هايبرتونيك لانه كميه الووتر اكثر من السوليوت راح تطلع بالسويت التونيك تقصد بيه السوليوشن يعني المولار لا هايبوتونيك يعني اقصد يعني مسيت يعني غير
بس ما يعني الالكترولايت هو غير قصده ده يحكي على انه السويت انه راح تطلع لنا هايبوتونيك لو هايبرتونيك اذا هو دي صار له ريابزوربشن مع السوليولز فانا ليش اعتبره هايبوتونيك غير هايبر هاي الهايبر يعني كمية قصده قليل قليل بالالكترولايت سوليولز قليل مو سوليولز راح يصير شنو راح يصير ريابزوربشن كنت اسيبقى بس الووتر اي تمام سيتي قصده للالكترولايت تمام يعني هذه بالهوت داي وبعكسها يصير بالكولد لو لا هي مو هي ما لها دخل يعني هاي الميكانيزم يصير سواء بالهوت او بالكولد بس انه الفرق مال السكريشن بايام الهوت والبالكولد يختلف انه اوكي تدرين بايام الهوت داي راح يصير عندك يعني تعرضين شو اسمه الحراره وهاي فالجسم يحاول انه يعني شلون التمبرشر يعادل هاي التمبرشر عن طريق السويتنج سكريشن مالته من السكن فيكون بايام الهوت داي اكثر شيء سكريشن للسويت تمام فهمت ها يعني بس عملية من أجل يعني كونديشن بس حتى تبريد يعني شنو ليه؟ يعني هاي السواتنج إنه يطلع الفلويد بس حتى يعني تبريد الجسم و... بالضبط هي يعني لها يعني شلون شو ثيرموداينامك يعني إذا إعادة تيمبرشر مال البود هي إيه بالضبط هو هذا قصدي ويعتمد على الفلوريد يعني مال اي هاي العوامل يعني شو اسمه بالهوت انفايرمنت يعني الفلوريت راح يكون عالي فالسيلز ما تلاحق يعني شلون نقول انه تسوي ري ابزوربشن او ابزوربشن للالكترولايت فراح يكون هايبرتونيك يعني اغلب الالكترولايت راح تقدر يعني تعبر من خلال هاي شو وقت بيها حاله قلت بيها حاله بالهوت بالهوت انفايرمنت يعني البلود فلو او يكون عالي بالهوت سواء هوت او كولد لان فازا دايليشن عندك على مود يصير يعني كولنج بينما بالكولد دايز يعني الجو البارد او الكولد انفايرمنت هنا راح يصير يعني تقريبا فازا كونستركشن فكميه الفلو ريت راح تقل فيعني الامتصاص راح يكون اعلى لان الفلو ريت قليل فراح يمتصج قد ما يقدر على راحته عنده وقت يعني على طول الدكت يعني تتأثر بالهوت وكولد يعني تتأثر 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 بالهوت ايه هذا اللي لقيته انا بعد ما اعرف تأكد من الدكتور اي صح وسام انا يا سام يعني مثل السلايفة تمام كمل اللي بعده تمام مرتضى اذا عندك جواب او اسامه اذا السؤال اللي بعده باعتبارك مال الكيس شنو ليس؟ اقول لك كمل السؤال اللي بعده باعتبار العلاقه بالكيس كم هم ديز على الهوت داي هو أسامة جوابهم يعني أعتقد يعني بال يقول لك إنه بال on hot day on hot sodium and chloride اللي هي 50 مليمول and very little water is reabsorbed يعني هو يقول لك بالأيام الهوت نفس الإجابة أسامة يعني راح يصير شنو هذين الإلكترولايت بالدكت مال الجلاند راح يصير شنو يقل يعني الريابسوربشن مالته فش راح تكون يعني الهايبوتونيك مالته مو كل ذيك الهايبوتونيسيتي مالته أقل يعني عكس جوابك هيصير هايبرتونيك لانه لا مو قال تاثر بالهايبوتونيك يبقى هايبرتونيك بس اقل ايه. من اللي اقل اي ليش هايبرتونيك يعني ما تبغى هايبر مجرد اقليه ليش هايبرتونيك تمام والله يعني ابغى الكيس اللي بعده والبلازما راح تكون ليس هايبرتونيك لان اخذ منعته هو شوي زي ليش ما نقول الاولى انه صارت هايبرتونيك والثانيه صارت هايبوتونيك هو هوت داي يعني وما فقد للمرحله الفلو هايبرتونيك الفلوريت عالي فالري ابزوربشن يكون قليل يعني ما يلحق انه يسوي ري ابزوربشن بصوره سريعه لان الفلو عالي داي يعني شلون نقول تفلت من عند الالكترولايت هو ظل هايبوتونيك يعني ظلت السوليوت قليل بس واحد يحكي لانه ما دار ركز تمام كملها اسامه اذا عندك طاقه هو مو أول شيء إنه راح يصير لأنه reabsorption قليل فإن الواتر مو reabsorption قليل إيه راح يكون hypotonic
زين احنا مو قلنا بالهوت داي راح يصير هايبرتونيك، هايبرتونيك راح يطلع السويت، السويت راح تطلع هايبرتونيك. زين ليش نادي اقول ليش هايبرتونيك؟ ما فهمت. الخب نقول هو هايبرتونيك. اي اذا انت قلت هايبرتونيك لا تختلف عن اجابه مرتضى، مرتضى قال هايبرتونيك ما صار اشكالي. احنا ليش نقول ليس هايبرتونيك وليس هايبرتونيك؟ خب نقول هي الاولى هايبرتونيك والثانيه. لا اعتقد من يقول ليس يعني تختلف، من يقول ليس هايبرتونيك يعني مو هايبرتونيك، لا هايبرتونيك بس ليس قليل يعني مو يعني الهايبرتونيك الفلويد يعني تعتبر اكثر من السوليوت قليل بس مو بال يعني ليس ما اتوقع انه بالهوت دي انه الري ابزوربشن اللي راح يصير يتاثر بيش كميات كبيره انه بحيث تخليه انه يتحول من هايبوتونيك الى هايبرتونيك بحيث يفقد السولوبيتي كميات كبيره. هو ده يفقد يعني هو بالهوت داي الري ابزوربشن ما يتحول يعني ما نقدر نقول ده يفقد بس مو بالمرحله اللي توصله انه هايبر يعني ما تحول الى هايبرتونيك. هو مثل ما تفضلت انت من قلت لس ما يقصد بها انه صار عندي هايبر، هي بقت لكن بشكل بسيط مو مثل ما كانت عليه. اي بالضبط ايات هي شغله لغويه بس انه يقول لك انه يعني هي ما وصلت للمرحله اللي يقول ايات عليها. ايات ما يصير احنا قبل احنا بالسؤال اللي قبل ما نحلينا قلنا انه بالهوت راح يصير هايبر. لا اتوقع قصده انه شو اسمه بس هايبوتونيك ما يقيس على هايبرتونيك، يا اما ليس يا اما مور هايبوتونيك يعني هو يبقى قلته هايبوتونيك يعني قليل ما ادري هو سام اللي جاوبه في شيء وانا هم ضحكت فاهمه غلط. مصطفى عندك اضافه يعني توضح لنا اياها؟ مصطفى محمد اي احد وكل واحد صار اجابه يعني جربت بس نزلتم علي ما اختلفتوا يعني. شوف مصطفى انه بالسؤال اللي قبله يقول انه السويت انه هايبرتونيك ايزوتونيك وهايبرتونيك على كميه انه الهوت داي وكولد داي. قلنا بالهوت راح يصير هايبرتونيك لانه كميه بلود فلو راح تصير اكثر، راح تكون الري ابزوربشن مال السوليوت اقل فراح تقدر تعبر السوليوت اقل اي فراح يصير هايبرتونيك وعكسها بالكولد. زين هنا لما نقول بالسؤال وراء انه هوت داي وان هاف اوف ذا سوديوم and a very little water's reabsorption. What does this tell you about the sweet and the plasma osmolality? ليش نقول إنه بالسويت ليس هايبرتونيك؟ خب نقول هو هايبرتونيك ما دام هو هوت داي. هو تعبير الحال يعني هو قال ليس نفس من الصحيح هايبرتونيك جواب. يعني صحيح هايبرتونيك والجوا هايبرتونيك. أي تمام. هايبرتونيك. مجرد كلمة هيك اختلاف تعبير يعني. يعني هو يعني الليس هايبوتونيك يقصد بها هايبر قصدك. اي الليس هايبوتونيك هو هايبرتونيك مو هو. شوف ما يقدر يقول عنه لا شوفوا يطلع هو ما يقدر يقول عنه حرفيا هايبرتونيك الا يكون تركيزه اكثر من البلازما. هو بقى تركيزه اقل من البلازما بس شويه صار تركيزه اعلى من الامتصاص. بالضبط هو ده يعني. اللي قلنا مصطفى عاشت ايدك نفس ما قال ليت مساعي نفس ما عيد تاني. هو ما صار عندي هايبر ما وصل مستوى هايبر بس هو صار أعلى من الحالة اللي كان فيها. من الحالة لا احنا مو السؤال اللي قبله، السؤال اللي قبله مو قلنا هايبرتونيك. احنا بالسؤال اللي قبله مرتضى قال هايبر وقال هايبر مو سامي من يا لعد متفقنا من قلنا انه البلاد فلو راح يصير اكثر. لا لا شنو اخاف انت مخربطه بالعكس مسويتها الهايبر غير هو اكثر من لا 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 صحيح محمد احكي. هو شوف هو الفراز دائما يعني مو دائما هو طبيعته راح يكون هايبوتونيك بس شنو تبقى يعتمد على حالات التغيرات الجيومتري. اذا كانت هوت راح شنو زي ابزوربشن راح يقل بما معناه هو ما صار هايبوتونيك وانما شنو بس الهايبوتونيك قلت شوي عن النورمال هايبوتونيك. ايه واضح بين قوسين الليس هايبوتونيك كيف قصد بيه هايبر يعني احنا كنا نقصد بيه انه هايبر قبل شوي ايه حسب مطرح مكان غلط السؤال اللي قبله. ايه هو يعني هايبوتونيك يبقى هايبوتونيك بس قليل او اكثر وحده يعني بس هو يبقى ايه هو يعني نفس التعبير تحت الايزو بس اهم شيء يعني هذا السؤال واحد انه هايبو احنا قلنا هايبو ما قلنا هايبر مو صح محمد؟ لا قلنا هايبر الاول لانه ايه يعني قلت هاي لا مرتضى قال هايبو السؤال الاول لا انا قلت هايبو قلت هايبو. دكتور محمد السلام عليكم. من يعمل خربطه؟ عليكم السلام دكتور. عليكم السلام دكتور. دكتور محمد وعليكم السلام بابا.
عليكم السلام دكتور. ايش عندكم باب اليوم محاضره؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ هلا دكتور محمد. شلونك سيدنا؟ شلون صحة؟ الله يحفظك. الله يخليك. الله يخليك. شنو اليوم ايش عندكم محاضره يا موديول؟ هذا هنا عندنا اليوم سمول جروب. اي مالتي ايش؟ انتجريتيف موديول. العنوان مال السمول جروب شنو دكتور محمد؟ اليوم عندنا كيسات مال السيشن 2 دكتور. فلويد بالانس دكتور. فلويد بالانس. فلويد بالانس. اوكي. اي اي ايش وقت بدا عندكم الدسكشن بابا طلاب؟ الساعه بالعشر بالدعش. الساعه بالدعش. المحاضره مالتها ايش وقت اخذتوها؟ ذاك الاسبوع. ذاك الاسبوع. وهالاسبوع نتناقشون الاسئله مال الكيسات مال الانتجريتيف موديول. اي دكتور. جيد. ايش قد عددكم انتم طلاب بهذا الجروب مال سمول جروب؟ دكتور احنا كليتنا 26 المفروض. يعني هسه الحضور عندكم 19. اكو 6 7 طلاب ماكو. يعني أنا أستأذن دكتور محمد 16 عبارة 19. أستأذن دكتور محمد إذا أحكي وياكم دقيقتين. تفضل تفضل دكتور براحتك. طلاب بابا الحضور بالمجاميع سواء كان بالسمول جروب أو باللارج جروب بالتعليم الإلكتروني يعني اصبحت مطابقه او يعني مشموله بالقوانين بالضبط مثل التعليم الحضوري. يعني من الممكن الطالب يتعرض للمساءله يوصل نسبه غياب الى نسبه الانذار قد يكون لا سامح الله المساله الفصل. فاللي اريده منكم ومن خلالكم جماعتكم الما حاضرين هي الفائده الاولى والاخيره لكم. طيب اذا احنا عندنا نسبه غياب ما يحضرون بالديسكشن بالسمول جروب وبالمحاضرات مال اللارج جروب بعدين من يصير الامتحان حضوري تجون تعتبون يا احنا محاضراتنا الكترونيه ودا تمتحنونا حضوري. زين اذا انتم اصلا ما حاضرين اذا اكو قسم من الطلاب ما حاضرين زين شلون راح يستفادون؟ ليش يعني بالمناسبه يعني انا اعذر الطالب الطالب اعذره بالحضوري من ما يقدر يجي لربما الطريق مقطوع يصير عنده ظرف خاص بس من يكون هو بالبيت وما يحضر يعني شوية صعبة. هذا يدل على عدم اهتمام يعني ما أعرف شلون نسميها. وهذا راح يضره سواء كان من الناحية العلمية وحتى من الناحية الإدارية وبالامتحان أيضا راح يضره. فلذلك بابا اللي أريده منكم الالتزام بالحضور بالسمول جروب وباللارج جروب. وسؤال الأساتذة الأستاذ سألوه يعني شغلة ما فاهميها شغلة تحبون إعادتها اسألوه حتى في سبيل تفهمون المادة وما يصير بعدين والله إحنا كانت المحاضرات الإلكترونية والامتحان صار مالتنا حضوري. لازم تخلون ببالكم مسألة اللقاح ماشية في أي لحظة يصير قرار الامتحانات حضورية فالتزموا بالحضور بالمحاضرات الإلكترونية في سبيل تفهمكم للمادة ومن تصير الامتحانات ما تصير عندنا نسبة رسوب عالية. هاي نقطة. النقطة الثانية ردت أسأل وجاوبني أحد الطلاب شلونها يعني مسألة التواصل بالمحاضرة الانترنت الصوت زين لا إيه دكتور زين. دكتور أنا بس مشكلة واحدة إنه موديول كوميونيكيشن سكيل مدن يعني مدن نفتهم من بالإلكترونية يحتاج إنه الدكتور يطبق قبالنا. صح دكتور بس يعني هو صعب يعني هو عملي ما يعني أتفق وياك.
اتفق وياك وهذا الشيء صحيح جدا واحنا ناقشناه. واني داريد يعني ما اعرف اريد اطرح الموضوع صراحه بالجامعه بخصوص موديول الكوميونيكيشن سكول، هل راح نحصل موافقه لجنه العمداء حتى، لانه اعرف هو من اسمه كوميونيكيشن سكول، فاذا حصلت يعني نحاول من خلال توزعون جروبات مختبر المهارات السريرية، يعني ما أدري بس ما أقدر أعطيكم كلام بالموافقة 100%، بس الموضوع ببالي ترى بابا دكتور. والله يا ريت، لأن هو إحنا حتى بالثاني والأول هم ما رحنا أي شيء ولا أخذنا مستشفى ولا شيء. بابا هاي قرارات لجنة عليا. دكتور بس مرة فستك. دكتور مرة فستك. قرارات خاصة بالكلية. دكتور بس مرة فستك. دكتور حتى إذا في حال إنه إحنا نعرف إنه قرارات من لجان عليا وهذا الشيء يعني مفروض علينا كلنا، لكن دكتور يعني إذا أمكن يعني إذا ما صار حل لهذا الموديول يا ريت إنه يترحل على سبيل المثال للكورس الأول من العام الدراسي اللي يعني القادم. الدكتور حرفيا تدمرنا به، لأنه يعني لازم يحتاج بشكل دايركت 100%، يعني ما يتقبل الكتروني أبدا. أي بابا نقدر ناخذكم يعني ايش اسمه بهالموضوع، يعني حتى لو يوم واحد بالاسبوع كل اسبوعين يوم تتوزعون على شكل مجاميع وتاخذون الكوميونيكيشن سكيل ان شاء الله. دكتور ان شاء الله خير. واذا ما رهمت انتم يعني السنه الجايه صف رابع عندكم كلينيكال، يعني نحاول نلقى لكم يوم تاخذون الكوميونيكيشن سكيل. ممنون دكتور، شكرا. يلا عيني دكتور محمد، شكرا جزيلا، تقدر ترجع للدسكشن. شكرا جزيلا دكتور، ممنون، اشكرك سيدنا. اهلا وسهلا، الله يحفظك، مع السلامه. هسه طلاب انتوا هسه هذا مال الدختوبي موضوع السويتنج غير؟ ايوه دكتور. أيوه. والله دكتور يعني دكتور يا ريت تشرح لنا الكيس. يعني هو عندكم هذا المريض فلاح، هو هسه الموضوع يعني عاف الفلاحه وعاف الحفر مات، ده يحكي لك على السويتنج، ده يحكي فيزيولوجي كل زين. نعرف احنا هسه بالحر شو يصير بروفيوز سويتنج، بس السويت اللي يطلع بالحر يختلف عن السويت اللي يطلع بالبرد، مو؟ نعم دكتور. يعني واحد ينحرج اكيد يقوم يعرق، بس العرق اللي يطلع بالحر شبيه يكون مالح لو اقل ملوحه. مالح دكتور بالحر كلش مالح، بس الخجلان المحرج العرق مالته ترى مو مالح قد اللي بالحر، لان الميكانيزم مال السويتنج راح تختلف. هو بالحاله راح يطلع عندك كلش هواي يعني blood flow to the skin، بس هنا وياها preservation of water in the body تشتغل أكثر من ميكانيزم، فراح يطلع more concentrated sweat more hyper tonic okay while the plasma نحاول نحافظ عليها انه الفوليوم مال البلازما فيكست. واضح دكتور؟ بس قلت تسويت مور هايبوتونيك بالسويت اللي بالهوت وذر اللي اكسكريتد راح يكون مور هايبوتونيك، يعني هايبوتونيك مو هايبو. اي لا لا مو هايبو. تمام دكتور. يلا هسه السؤال الثالث طلاب، ترى ما عندكم وقت، وايد أسئلة. يلا من يقرأ لنا؟ انتوا اللي ما شاركوا اخوان شنو يعني بس مستمعين؟ آية احمد. نعم دكتور. يلا أمان الثالث. أمان waiting 60 كيلوغرام has severe diarrhea or vomiting during GI infection.
يلا خلي أكمل لكم أني. أكمل دكتور؟ يلا بنيتي كملي. هو وصلنا الكيس الثالث. الكيس الثالث يقول أمان عنده diarrhea or vomiting and the GI infection. GI infection during the period of lose 4 kilogram in body weight. His plasma sodium concentration is unchanged by the events. السؤال الأول, complete the table below by calculating the volume before and after diarrhea and vomiting. هو التابل دي يقول إنه below before diarrhea and vomiting و after diarrhea and vomiting, ونحسب ال total body weight ونحسب ال intracellular وال extracellular. مثل ما نعرف إنه ال intracellular يعني هو total body weight يعني كامل هو 36 liter. بال intracellular راح يكون 24 وبالextracellular راح يكون 12. أما إذا after vomiting, هو after vomiting مطينا إنه hint إنه هو خسر 4 كيلوغرام, فإنه راح ينقص كلية من ال body weight. راح يصير إنه بالafter راح يكون الثلث, مو هيك قصدك الثلث؟ شنو دكتور؟ اكسترا سيلولار وانترا سيلولار, ثلثين بثلث. اي هو يعني total body weight 36 والانترا اللي هو 24 والاكسترا اللي هو 12. نعم. اما after vomiting, after diarrhea and vomiting, فهو معطينا هنت بالسؤال انه قال لي انه هو خسر 4 كيلوغرام, فانه احنا راح ننقص ايش قد percentage of body weight خسر؟ يعني هو الدكتور غير انه نحسبه على حسب البودي ويت, او حسبي اي يعني حسبي كبودي ويت بير كي جي. اوكي, راح احسبه انه راح نقص من توتال بودي ويت راح يصير 32, والانترا راح يكون 20 والاكسترا راح يكون 8. اوكي, بس دكتور السؤال الجواب يقول لي what volume of fluid and solute has been lost. ما افتهم دكتور, انا هنا مو حولنا ال يعني حولنا الويت, حولنا النسبه يعني للفلويد, يعني حسبنا كميه الفلويد, حولنا فوليوم. فوليوم اللي هي ضربنا يعني 60% بالوزن الكلي وبالانترا سيلولار يعني حسب النسبه اللي هي يعني 20 ب 40 30 30 في ما قلت انت, فطلعت لنا هاي الارقام 36 اللي هي التوتر بدي فلويد. هاي دكتور مو يعني ويت؟ لا لا بدي فلويد, هو بدي فلويد قصدي يعني طالعت لنا هاي الارقام بالليتر. بالليتر اي بالليتر دكتور. زين شلون انقصها 4 كيلوغرام؟ غير احول 4 كيلوغرام الى يعني فلويد ايضا للليتر, احولها انه اضربها بالنسبه اللي هي موجوده. اي مو لازم تطلع نسبه اللي هي تطلع 2.4 لتر. ايضا هو قايل دكتور هو مطه هنت, هي تصير 4 لتر ايضا يعتبرها. اي هو قايل لك each liter of extracellular fluid is equivalent to 1 kilogram of body weight. ما تحول بعد, هو اللتر يعادل واحد كيلو. نقصها قبل من الأربعة, نقصها من الأربعة. اي what volume of fluid and solute has been lost. هو ايش قد نزل الويت عندنا؟ 4 كيلوغرام. زين هسه شو راح تحلوا لنا يا دكتور؟ الصراحه مو فاهمته. اذا احد فاهم هو يكون 4 لتر. اي دكتور هو يكون 4 لتر. الانتراسيلولار فلويد هو تشكل 60% من الجسم, من الفلويد مال الانتراسيلولار فلويد تشكل 40% من التوتال بودي ويت, ويعني هي تكون لها نسبه ال خلينا نقول يعني ال 60% من ال 40% من التوتال فلويد مال الجسم الانترا سيلولار, و 20% اكسترا سيلولار. ايش فادتنا هذه الاكسبلينيشن؟
دكتور يعني هو قصدي الفور لتر هاي تتقسم عليهن حسب النسبة مالتهن. زين دكتور هي بس سؤال, هو الفور هذه اللتر الفور كيلوغرام اللي خسرهن هي خسرهن من التوتال بودي, فاحنا من النقص يعني احنا نحط احتمالات انه يخسرها منا ومنا لو شلون؟ هو عادة احنا اللوست بودي ووتر يعني تحسبها من التوتال, يعني هم راح تصير برسنتجز إيه انترا و اكسترا, يعني تخسر من التوتال بودي ويت. اي بالضبط, يعني قصدي ما يصير النقص الاربعة من الـ من الـ الـ انترا سيلولك والاكسترا اثنين هم. مواني رتبتين الفكرة مال زميلكم شنو كان بالاكسبلينيشن هذا؟ ايه هو دكتور تنقسم الفور لتر على الانتراسيلولار والاكستراسيلولار. الانتراسيلولار يكون يعني تكون فقدان من الاثنين نفس الكمية دكتور؟ غير هيك قصدك؟ هسا احنا عندنا توتال بودي ووتر ايش قد؟ طلعنا 36 36 لتر. زين هذا قبل ال يعني فور هيز ويت مو من اجينا نقصنا فوليوم اوف فلويد اللي خسره ايش قد نزل هو وزنه؟ 32 صار 32. هذا الافتر دياري وفوميتنج. اي هذا التوتال. هسه احنا ما نعرف يعني هو خسر من الانترا سيلولار لو من الاكسترا سيلولار حتى ننقص من عندهم, وهنا الاشكال غير. احنا هسه صار عندنا لوس من التوتال بودي ووتر. توتال بودي ووتر نعم ما راح يفرق لنا ان نحدد انه اكسترا لو انترا سيلولار. هسه حاليا على سؤالهم هو يريد فوليوم. سؤاله ود فوليوم اوف فلويد انا خاف يقصد يعني بالسؤال هو الفوليوم مال كلهن يقصد لو بس مال توتال يبي. اذا بس مال توتال مال توتال يريد ماكو مشكله فقط مال توتال ماكو مشكله بس قصدي انه ما يقدر تطرح افتر مال الانتراسيلولوج الاكسترا سيلولر افتر. اي تطرح الافتر من البفور يطلع لك الفوليوم. اي هذا طبيعي اوكي, بس القصدي الانتراسيلولوج الاكسترا سيلولوج من الصعب نطلعها بدون ما نعطينا هو معطى, لان ما نعرف هو طارحها من الاكسترا ولا من الانترا. مين خسرها؟ هو ده يخسر ووتر. انت طبعا التخو هي يعني هو الانترا سيلولار خو مو بقها هي ثبت ما يتحرك. انت احتاج انه الانترا فاسكولار فوليوم صار بي شورتج تبدي الخلايا صار مور هايبرتونيك انترا اكسترا سيلولار. الانترا سيلولار ايش راح يصير؟ فلويد موف اوزموسيس يصير توارد دي هايبرتونيك بارتس. لذلك الديهايدريتد شو يشوف التيرجر مال السكن مالته يختلف عن الويل هايدريتد اور اوفر هايدريتد مو صحيح؟ السكن تيرجر يختلف راح يشوفه ما يرجع بسهوله بالديهايدريتد بيرسون. الديهايدريتد الطفل هسه من يصير بيه ديهايدريشن دياري او فوميتنج تجي وحده من علامات الفحص السريري مالتنا نجر السكن نقرص ايديك نرفع السكن نشوف يرجع يتاخر يلا يرجع للطبيعي لان السكن الفوليوم مال الووتر بالسكن يقل. اي دي هايدريشن علامات. نعم يلا عبرونا دكتور. دكتور هو هنا تمام شويه استاجر الطلاب ترى سولوس شلون راح اقدر احددها؟ ايوه هذا في السؤال شويه يعني ما اعرف شلون هو دريد فوليوم سوليوت اذا فوليوم دكتور ذا فوليوم هو الفوليوم طانا احنا اربعه فقدنا هو كان 36 لتر بيفور يعني ال شو اسمه صار الدياري والفوميتنج وصار 32 يعني اربعه لتر محلوله دكتور شلون اربعه هو اللي يقول فقد 4 كيلوغرام ما يقول 4 لتر اي يعني نحوله للفوليوم يعني المفروض نقسمها الأربعة نقسمها على 60% حتى تطلع لنا نسبة ما تطلع تقريبا 2.4 2.4 صحيح. يلا طلاب عبروا لنا هذا السؤال. السؤال وراء
in such condition where the plasma sodium is unchanged, how and why would the following parameter change? نحن معطينا جدول ويريد شنو اللي راح يصير فيه يتغير لو ما يتغير. بالنسبه للبلازما اوزمولاريتي هو قايل لنا الصوديوم انشينج، فمعناها انه الاوزمولاريتي السوليوت مالتها ما تغير فتبقى انشينج لانه الكونسنتريشن مال السوليوت ما تغير اللي هو الصوديوم. بالنسبه للسيركوليتنج فوليوم ما دام هو دياريا وفوميتنج فالفوليوم راح يقل عنا لانه دافقداني. البلازما انتي دايريتيك هرمون ليفل كومبنسيتوري ميكانيزم حتى يعوض الفقدان الانترا فاسكولار فوليوم لوست فراح يزدر عندي الانتي دايريتيك هرمون فوليوم ريبليسمنت واليورين اوزمولاليتي اليورين اوزمولاليتي اعتقد راح تزداد اللي احنا قلنا اصلا اي دي اتش انكريزد بالضبط والثيرس وراح تحفز لانه انت دا تفقد سوائل فيتحفز الثيرس سنتر بالبرين عاشت ايدك. سؤال الرابع طلاب تمام واضح هذا اقرا رابع دكتور يلا تفضل اقول لكم شو زملائكم ما حد يشارك شو بس انتوا ليث وايات ومصطفى البقيه شنو يعني بس مستمعين دكتور شاركنا اسامه البقيه معود لا دكتور موجودين مرتضى ومحمد ومصطفى البقيه بس يعني يلا ما يحضر يلا تفضل كمل تريت نور كومبيوتر هاد بين تريننج ان ذا جراند كانيون اون ا هوت داي هي هاز تيكن بلنتي اوف فلويدز بيفور ديفلوبينج نوزيا فوميتينج اجيتيشن كونفيوجن اند ذا جراند مال سيزر هيز بلازما صوديوم واز ليس ذان 130 ملي مول لتر النورمال طبعا هو 153 الى 100 يعني مشارك هاي الالعاب القوه هذه الماراثونات ما يفضل الركض الجري والزثق نعم البايسكل اللي هنا يعني اذا تابعين رياضه معروف المهم فهذه تكون يعني يكون لونج تيرم يعني منافسه طويله ماراثون اي ثلاثيه يبذل جهد كبير بها اي فيفقد الكثير يعني من انه لانه شرب مي هواي شرب سوائل كثيره يعني حتى يعوض فهذه الوتر سوتها ديليوشن للاناي تمام لانه اصلا الرياضيين المي اللي يشربوه مو مثل من تشرب انت يشربون مي مالح ترى بالكترولايت اوكي دكتور بس هو هذا بس هو هذا ما اعتقد شرب مي بالكترولايت اي اي هو اصلا عنده نقص بالان اي اي صح هو اكسسيف الكترولايت فري ووتر لا هم هذول اذا ياخذ فلويد هوايه يعني ما بها الكترولايت ما بها ان اي راح يواجه هاي المشكله المشكله اذا ما اخذ سوائل هو ده يبذل جهد عالي فلازم يعوض السوائل اذا ما اخذ فلويد ما شرب يعني درينك يعني ووتر فلويد هوايه راح يصير عنده ديهايدريشن فلازم يوازن بين الفلويد وبين الالكترولايت اعتقد هنا لازم اكو فد معد يعني بدني وطبيب ويا اوكي عاشت ايدك تمام يلا اللي بعد يقول هو could he have avoided developing hyponatremia هنا هو اصلا شلون يعالج هاي الهايبوناتريميا هو صار عنده نقص بالان اي قلنا ديليوشن يعني زياده بالفلويد ياخذ ووتر ولازم الكترولايت ونعطي نقص لاين هذا راح يعالج يلا السؤال الخامس واضحه السؤال الخامس اللي بعده كمله يلا تفضل يقول 20 year old man fell off his motor bike and fractured his skull a few days later he experienced هاي شويه محذوفه بس اطلعها a severe thirst and frequent urination صار عنده
and the dry mucous membrane, plasma sodium was elevated, plasma osmolality was higher than urine osmolality, urine output remained elevated. كان واضح الكيس مو دكتور؟ نعم. يلا دكتور قصوله يلا عيني كمل. Look at the electrolyte and osmolality chemistry. What conclusion do you draw about this patient? Water balance and why? دكتور هنا يعني صار عند fracture بالسكال وبعدها فترة صار عند head injury, plasma sodium elevated, osmolarity أيضا, والurine output كان elevated أيضا. فدكتور يعني هنا أتوقع أنه الـ ADH يعني ما دي يصير إلى أفراز بسبب ممكن الـ head injury. ف يعني ماكو water retention دي يصير, ف دي يصير عدة syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. عاش نعم. يلا بعد لبرا speculate the possible causes of polyuria and polydipsia. هو دكتور البوليوريا deficient يعني antidiuretic hormone اللي هي بسبب السندروم اي وpolydipsia اي البوليدبسيه بسبب انه دامج بالهايبوثالاموس سنتر اللي مسؤول عن هو التروما يسوي لنا هيك نعم. يلا why is urine output better a better indicator than development of thirst, particularly in this case. لأن urine output يعني ممكن يحدد لي إنه يعطيني indication عن antidiuretic hormone function. فهنا أنا إذا لاحظ إنه antidiuretic hormone ما يشتغل بصورة صحيحة فممكن ده مش صاير بالbrain أو سبب الليجن أكثر من thirst. يعني a lot of causes of thirst. يعني أنت هسه صايم intravascular volume ماتك طبيعي. بس انت ليان صايم شو تفكر انه ما انا محروم من المي اضل كل ساعه اريد اروح اشرب مي ويظل ببالي هذا الحكي احكي هوايه انا مو عطشان بس اريد احس بالعومه يبس اريد اشرب مي تصير ستريس دكتور يعني كأنما ستريس الست كل انا بس ذكرتكم بالمي كلكم عطشتوا نعم دكتور فما يعطيني انديكيشن انه ممكن ادي فهد سبب يعني معين او ليجن او مشكله بالانتي دايرتيك هرمون. Why are children are more while children more prone to dehydration than adults? ليش؟ دكتور عندهم دكتور هذا هو للشلدرن يعني يكون الفلويد الووتر يعني عندهم الووتر ويت الووتر بالبادي ويت يعني يكون عالي هاي يعني فقدون الووتر يصير تأثير قوي عليهم بالإضافة إلى large surface area و decrease metabolic rate يعني هم أكثر شيء يعني حركتهم صحيح. عالية تكون فmetabolic rate يكون عالي فذلك صحيح مو يعني بالضبط مو حركتهم مو حركتهم الgrowth دكتور الgrowth growing body growing جسمه كله دايبني ليل ونهار يعني. يحتاج metabolic rate عالي زين عيني يلا عاش تديكم. How are signs and symptoms of dehydration manifest differently in the elderly? How are the control mechanism also different? دكتور بالelderly يعني ممكن يعني الelderly هو يعني بسبب إنه يعني old age ممكن هو يكون عنده dehydration يكون good physiological أو شيء يعني هو طبيعي يتقلل. سبحان الله بالقرآن شنو الآية تقول ولو ما ضابطها ومن نرد نرده الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يعني الجرياتريك والبيدياتريك فيزيولوجي متقارب غريبه يعني اكل ليميتيشن
يعني بالريسبيراتوري فانكشن بال اولدو ووتر بالانس يختلف بين البيدياتريك والجيرياتريك، بس بعض اكو ليميتيشن بالفيزيولوجي متقاربه كانما بيناتهم زين. وحتى السيمتومز مال الديهايدريشن بالبيدياتريك وبالجيرياتريك عكس الادلت الاعتيادي، من يصير هايبوفوليميا يصير تاكيكارديا، بينما هذول اثنيناتهم يصيرون براديكارديا. واضح. يلا هسه السؤال السادس قرأ دكتور. يلا تفضل. 49 years old woman sees her doctor because weakness, easy fatigability and loss of appetite except of the salted crisp. During the past month she has lost 7 kilograms. On physical examination, she has found have hyperpigmentation, especially of the oral mucosal gum on the skin, creases of the metacarbopharyngeal joint. She is hypotensive, and her blood pressure fall when the ascends upright. البوستشر 160 ومن هذا شنصيح له هذا من توقف الدوخ ديزنس دكتور مو ديزنس لا هذا الهايبوتنشن شنصيح له كوما بوستشر هايبوتنشن عافيه هايبوتنشن ذا فولوينج لابراتوري داتا الذن المقتنى هنا السيرم مال صوديوم ديكريز السيرم مال بوتاسيوم elevated هنا decrease وعندنا السيرم مال بيكربونات صار بها ايضا decrease. السؤال الاول يقول what the electrolyte imbalance are present هنا انا بحسب هو هذا اللي نعطينا اياه عندنا hyponatremia hyperkalemia. السؤال الثاني السيرم دكتور سؤال تفضلي ايات هو البوتاسيوم هو مو انتراسيلولار موستلي اباندنت موست اباندنت كاتيون ان ذا انتراسيلولار هو البوتاسيوم والاكستراسيلولار صوديوم. زين اذا انتراسيلولار هو السيروم مال يعني معطيني اياه مال البوتاسيوم معطيني اياه هو الفيتز يعني معناها هو بالانتراسيلولار قليل غير يصير هايبوكاليميا مو هايبر هو غير نحسب احنا على التركيز مالته وين السبع سيرم بوتاسيوم نورمال ليفل ايش قد 3.5 الى 5 ملي مول مو صحيح اي هذا بالسيرم عافيه وايش قد الصوديوم نورمال صوديوم من 135 الى 147 فيعني الموست اباندنت وان هو الصوديوم لا دكتور انا الصوديوم ما عندي اشكال به بس دا اسولف لك والبوتاسيوم قليل اكسترا سيلولار سيرم والانترا سيلولار راح تكون بالعكس صوديوم قليل وبوتاسيوم عالي. هو انا دكتور قصدي انه هو البوتاسيوم هو انترا سيلولار اي بس اكو ليفل موجود بالسيرم اكسترا سيلولار لا يعني لما اقول انه انا المصطلحات مال الهايبركاليميا والهايبوكاليميا غير انا اعتمد على الانترا سيلولار لان هو لا ده نعتمد على الاكسترا سيلولار سيرم لا على الاكسترا سيلولار على الفاسكولار هو غير نحسبه انه مقطع عيني حتى موجود يعني ضد البلاد وهذا التحكايات الصحيحه تقولين لعد ليش انا اذا هو موست اباندن انترا سيلولار ليش اعتمد على الاكسترا سيلولار مو هذا ان كونستانت اكوليبيريوم هذا ثابت يعني من يزيد او يقل ذير از بروبلم يعني هو عندي صوديوم بوتاسيوم ATPase pump مو صحيح بالسيل وول اي دكتور تحافظ لي على الانتراسيلولار اكستراسيلولار اكوليبيريوم بيت اوف بوتاسيوم فهذا ثابت من يزيد اكو عندي مشكله يعني هسه دكتور هذا ريفلكت اولسو ريفلكت انتراسيلولار يعني هسه هذه النسبه اللي معطيناها مال نورمال من 3.5 لل 5 هذا بس بالاكسترا ما علينا بالانترا هو ريبرس اكسبرس انتراسيلولار اولسو تمام دكتور يلا ذا سيرم ليفل اوف ويتش هرمونز وود بي اكسبكتد تو بي بلو نورمال ان ذس وومن هذه بس تاكل شيبس وعندها بوسترال هايبوتنشن شو يصير الهرمونات عندها which organ could be
the principal cause of this electrolyte imbalance. Explain your reasoning in full. دكتور يعني حسب الأعراض اللي اعطيناها hyperpigmentation وhypotensive وغيرها يعني ممكن اروح انا ويا الاديسون ديزيز يعني محتمل عندها النقصان بالاي سي تي اتش والنقصان كذلك بالالدوستيرون الدالين الى هذه الاعراض فيعني هو الهرمون هو الالدوستيرون والنتيجه يعني يلا عاشت ايدك what are the action of aldosterone واضح دكتور يعني هو اللي يسوي لنا reabsorption of water and sodium يعني وبالمقابل يسوي excretion للسكريشن للبوتاسيوم بالكولكتنج داكت اوكي ليش هايبوتنسيف ونفس السبب دكتور لان الالدوستيرون احنا الالدوستيرون العمله راح يسوي ريابزوربشن للصوديوم وبالتالي الواتر فمن يقل الالدوستيرون هاي الميكانيكا راح تنفقد فالواتر والصوديوم راح يطلع خلال اليورين وبالتالي بمرور الوقت راح يصير عنده هايبوتنشن لان يفقد السوائل يعني مدى تشتغل احنا عادة الثيرست والميكانيزم الاسوشيتد وذ انترافاسكولار فوليوم شورتج راح تكون عندها ويك فما راح تعوض لنا اللوس اللي دي يصير اي نعم دكتور دكتور بس هنا يعني هو على الرغم من انه هو ده ياكل هواية كريسب ده ياكل هواية سالتد يعني فود بس هو مدى يستفاد منها بسبب الشغل مالي الغينة اي مو اللوس مستمر عندها ما بي كنترول بس هو هم يعني دا يستهلك هوايه انا يعني شو ايش ما دا يعني كل دا خلص منه معقوله مو هي هذا السولد دي كريسب تدري هي ميكانيزم هذا من تاخذه هي ما اجى اي في راح يصير بي ابزوربشن الميكانيزم اوف ابزوربشن كلها اختلفت راح يصير عندك ريتينشن واكسكريشن الميكانيزم اوف ريتينشن اند اكسكريشن كوربتد فما راح تشتغل عندها فراح نبقى فيز سيركل هي المشكله دكتور حتى ياخذه ما يستفاد يعني لان هو ياخذه ويطرحه جوا بالكل يعني اي ما يستفاد منه يعني المشكله زين. مستمره عنده يعني هو عنده اديسون ديزيز عالي شيء السبب الرئيسي يلا اللي هو هرمونال اي بالضبط دكتور What other mechanism regulates sodium levels in normal saturation? دكتور هاي بأول كيس هم أخذناها يعني مثل هم حكيناها thirst thirst والADL antidiuretic والsympathetic nervous system وغنين angiotensin الفيزوسبازم اللي يصير والcontrol by aldosterone ايه عاشت ايديكم Why does ليش hyperkalemia ودكتور نفس الاكشن مال الالدوستيرون عافيه وات ار ذا كونسيكوينسز اوف بوتاسيوم ديستربنسز هذا عندنا بالمحاضره نص الفانكشن مالته موجوده بالمحاضره راح تفضل يعني تاثر على اي فانكشن عنده هو البوتاسيوم يعني كلش مهم الهايبركاليميا كل شيء خربطه شغل الدنيا كلها بالجسم يلا اخواني اليوم تعبناكم هسه السؤال السابع69 years previously fit and well man is admitted to hospital following an episode of collapse and sudden onset right hemiparesis. صار عنده شلل نصفي. Okay. A stroke is diagnosed. نتوقع انه عنده صار جلطة دماغية. ستروك احنا عندنا سي في اي وستروك هاي تمبرالي ستروك هيز سوالوينج ريفلكس از امبيرد اند تو ريدوس ذا ريسك اوف اسبيريشن هي از بليسد نل باي ماوث قرر الطبيب قال يابا هذا ما عنده كنترول على السوالوينج مالته خاف شنو يطي يعبر لللانج فقال له تطوشي هسه What is the initial daily fluid and electrolyte requirement of a patient who is null by mouth and is eovolemic? دكتور هنا نعطي normal saline ويا يعني عكس ذاك الكيس نعطيه هنا الديكستروز
لان هو هنا انا ما خسر يعني من الاكسترا من الانترافاسكولار بس يعني بس هو اصلا ما عنده فد هو مطيك انت قايل ايو فوليوم يعني الانترافاسكولار فوليوم ذا سيم فانت شو تحافظ هو طبعا لوزينج يعني انه باللوزينج لوزينج ووتر بالرينال والباول الكل ده تشتغل بالإضافة إن هو ميتابوليك ميتابوليزم عنده مستمرة بس دكتور هو نون باي ماوث يعني ما يقدر ياخذ سوائل او أي ذلك أي بس بس هو الباول ديلي سكريشن جي اي تي مستمر اوف ووتر لذلك يحتاج ووتر يحتاج فيول اللي هو الجلوكوز ويحتاج سوليوتس اللي هو مبدئيا صوديوم لان هو ده يعرق إذا يعرق أنت من ضوق الجلد مال إيدك شوفه مالح لأن continuous sweating. نعم دكتور. خوش. فننطي ولا بعدين إحنا نفكر أول يوم هذا ثاني يوم أبدي أفكر بالبوتاسيوم. I should replace potassium لذلك أعبر من ال الدكستروز جلوكوز نصح لجلوكوز سلاين إلى منو؟ نبدا ننطي رينجر لاكتيت اوكي بس اشيك الرينال فانكشن مالته على مود اعوضه بوتاسيوم وياها زين وات هرمونال تشينجز اكر ان هوسبيتالايزد بيشنتس ذات انفلوينس انترافينوس فلو بالبريسكريبشن دكتور هذا هم نفس الشيء هم نفس ال هم نفس الحكي كل ساعة نعيده الدوستيرون وال الثيرست والاي دي اتش رجعنا لمريضنا and this patient has to remain null by mouth for 3 days how would you predict the requirement of IV fluid over this period احكينا هم قلنا اول يوم نبدي الجلوكوز سلاين نعوضه سولت صوديوم نعوضه جلوكوز ونعوضه ووتر next we should think about more electrolytes after assessing the renal function during his admission the patient contracts an infection and begins to vomit بدأ يصير عنده vomiting ايش راح يصير بال vomiting راح we will lose acids How would you prescribe IV fluid differently to a patient who has vomited 3 liters as a compared to a patient who has lost 3 liters of ileostomy fluid? Vomitus راح يكون gastric acid. يسوي metabolic alkalosis دكتور. دكتور ولين acid gastric acid راح يعني الكلوز بس البيس. بينما بالاليو يعني استمي بالعكس يكون اي بالضبط لذلك لما يكون الكلوزز يعني راح يقضي راح يكثر من الانترافاسكولار راح نعطيه نورمال سلاين عاش ايدك بينما هناك بالعكس نعطي بيكربونيت او اللي خسر اللي نعطيه قصدي يعني بيكربونيت او دكتروز ايضا حتى يروح للتشوز اوكي يلا طلاب عاشت ايديكم يعني هاي يمكن ثاني جروب وياكم ما شاء الله كل الزينين انتوا شطار ان شاء الله بالتوفيق اكيد تعبتوا رمضان ما نقدر نلح عليكم زايد يلا طلاب السبعد ان شاء الله اخذ راحتكم عاشت ايدك دكتور شكرا لك ان شاء الله الاسبوع القادم محاضرة دكتور عامر المؤمن إن شاء الله مو محاضرة دكتور فاضل راح تتأخر محاضرته تمام دكتور بالتوفيق إن شاء الله وعيدكم مبارك وعيد إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة ويتقبل الله صيامكم علينا وعليك دكتور تقبل الله الجميع إن شاء الله جميعا إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله يلا طلاب خذوا راحتكم مع السلامة مع السلامة